عسلم. كالعادة نحاولوا نرجعوا على الفيديو اللي قبل باش نوضح زوز حاجات ولا ثلاثة. أول حاجة اللي حبيت نوضحها هي مسألة تغلغل الحركات الإسلامية في بعضها. والتغلغل مش يتم من بين الحركات المختلفة فقط، وإنما حتى في داخل الحركة نفسها. كي ناخذ مثال مثلا حركة الاتجاه الإسلامي، معناتها القياديين فيها كل قيادي عنده جماعة متغلغلة في المجموعة الأخرى. صالح عنده أشخاص متغلغلين وقراب من راشد، راشد عنده أشخاص متغلغلين وقراب من صالح، وهكذا. يعني مسألة التغلغل داخل الحركات ومن بين الحركات، يعني هذه مسألة طبيعية. وبالحقيقة في السياسة ديما يوقع المسألة هذه، يعني مسألة ماهيش معناتها جديدة. أما عند الحركات الإسلامية مسألة معناتها مفضوحة معناتها بالكدا، ونجم نقولوا عندها نوايا جدا خبيثة. فهمت؟ يعني كل واحد، كل قيادي من الحركة يحسب روحه هو على حق والباقي على باطل. المهم هنا نرجع للمسألة الثانية، وتقولت ما نعرفش شكون اللي باعني. أنا نتصور نقول اللي باعني هو جماعة الخط الرسالي اللي كنت ننتمي لهم، على خاطر ركزوا على مسألة المجموعة الشيعية. يمكن نقول أمر هكذا كذلك. فهمت؟ على خاطر هم يحبوا يوريوا للعالم أن فما مجموعة شيعية تخدم في تونس. ولكن مع الوقت وبقيت نفكر، جيت نشوف نلقى أن العناصر اللي تشدوا بتاعي، يعني 16 عنصر معايا، فما أشخاص ما يعرفهمش الخط الرسالي. يعني ما تكون كان حركة الاتجاه الإسلامي، وبأني متأكد اللي جماعة صالح ما يعملوهاش، حتى صالح رغم كل شيء ورغم خلافاتي معاه عنده مبادئ يمشي عليها، وما عندها حتى ولو عندي خلافات معاه ما يتجهش للعدو، هو عنده في فكره ما نتعاملوش مع العدو مهما كان. ولكن وقت نجي نشوف ان المجموعه الكل من 16 واحد وتخرجت في الشروق عام 1987، القاء القبض على المجموعة الشيعية برئاسة محمد كريم العبيدي، وتخرجها الصحافي كمال العبيدي، زاد اسمه كمال العبيدي. لحد يرجع الارشيف نتاع الشروق يلقاها معناتها المقطع نتاع الايقاف. انا نتصور ونجم نقول متاكد اللي جماعة راشد اللي متغلغلين في جماعة صالح هما اللي بلغوا على المجموعة كلها، خاطر هما الوحيدين اللي نجموا يعرفوا 16 ولا 17 واحد اللي كانوا معايا. هذه مسألة معناتها حبيت نقولها مهمة. المسألة الثانية، وقت مشيت أنا لسوريا عام 89 وحبيت نقابل المسؤولين كما قلت لكم، ما حبوش خلوني نقابلهم، من بعد وتقابلتهم عرفت اللي كل هالمسألة مبرمجة. حتى أن أحد القياديين من حركة من الخط الرسالي قال لي مش باش نربحوك أنت ونخسروا صالح كركر. هنا فهمت اللي العلاقة مازالت متواصلة. قال لي كنت تحب انت ماكش صالح للسياسه، كنت تحب تقرا الدين، هكا عندك الطبطبائي. وقتها وليت نقرا عن الطبطبائي، انا قعدت 8 شهور ولا 9 شهور كما قلت لكم نقرا الشبهات تاع الاسلام، خاطر باش نبدا نحضر ما يسمى بالرساله العمليه نتاعي. فتحوا مدرسه اسمها مدرسه المغرب العربي. في المدرسه هذه كنت نقري الفقه، وكنت نقري الفقه بديت نجيب في اساليب جديده، مثلا نحط سبوره ونحاول نفهم العباد معناتها اللي نقرا فيهم التلامذه نتاعي مساله الحيض، ما يعرفوش شنو معناها الحيض والنفاس. يعني نقرا الدراسه التقليديه نتاع الدين هي دراسه معناتها تلقينيه، نلقنوا للشخص نقولوا له يعاود، ما فهمش فهم. تلميذ ما يعرف حتى شيء على بدن المراه وما يعرف حتى شيء على بدن الرجل. فهمت؟ نجيو نقرروه الحيض والنفاس في الفقه هكاك كما قالوا قبل وقعوا. المهم المسؤولين نتاع الخط ما عجبتهمش الفكره هذيك، واعتبروها ذاك معناتها شيء غير اخلاقي. فهمت؟ واختلفت معاهم في المساله هذه. ووصلت الخلافات معاهم يعني كبيره في سوريا، الى درجه انهم هدوني قالوا لي يا اما تخرج من سوريا يا اما ربش نبلغوا عليك السلطات السوريه، والسلطات السوريه عندها علاقه كبيره مع الشيعه ومع ايران. أنا كنت مسافر من بين إيران وسوريا حتى من غير جواز سفر، معناتها مسألة كانت تسافر من مدينة لمدينة سورية وتنقل اللي تحب عليها أنت. يعني كانت سوريا هي المكان اللي
تتجه فيه إيران نحو العالم. الارتباط السوري الإيراني ارتباط عقائدي وسياسي واستراتيجي. المهم أنا وقتها خفت الحقيقة على روحي، فهمت، وكانت عندي معايا معناتها عائلتي، فهمت، وقررت باش نخرج من سوريا. وبالطبع ما حبيش نرجع لتونس خاطر كنت خايف، خاطر معناتها انا حبر ما بعد لا وقع وصول الزين للسلطة التصلبية صارت تفكر وهددني شخصيا بالتليفون، قال لي تطلعش للجمرة باش نجيبك باش نجيبك. المهم انا وقتها علقت عليه التليفون قررت نمشي وقتها للسفارة الفرنسية وطلبت منهم معناتها تأشيرة لفرنسا. وبالفعل رغم اللي معناتها لازم نرجع لتونس ناخذ تأشيرة، فهمتهم الوضع واللي عندي خلافات مع الحركة الإسلامية، وتم معناتها مشيت لفرنسا. وقتها مشيت لفرنسا صالح مختا موجود في فرنسا وعلم بوجودي وأرسل لي تهديدات مباشرة وغير مباشرة. فهمت، أنا وقتها مازلت مسلم، فهمت، عام 89 مازلت مسلم، يعني اللي قطعته قطعت مع ما يسمى بالحركة الإسلامية، أما مازلت نؤمن أن الإسلام دين وعقيدة وما عنده حتى دخل بالسياسة. هنا نرجع وتكون في سوريا وتكون درس في مدرسة المغرب العربي، نسميها المغرب العربي والمغرب الإسلامي أكثر شيء، كانوا ياسر متلامذة متاعي جزائريين. حتى مرة قابلت واحد في السيدة زينب، فهمت، كان مش يجي يدرس في المدرسة، يعني بقيت نحكي معاه كي قال لي أنا علاش جايبيني ندرس في المدرسة، أنا جيت هوني راني شاركت في عملية هجوم على تكنة عسكرية في شرق الجزائر، راني من جماعة بوي علي، واللي يعرف الوضع في الجزائر والحركة الإسلامية يفهم شنو شكون بوي علي هذا، فهمت، ورانا سرقنا كمية من السلاح الكبيرة. بقيت نحكي معاه ونشوف الحكاية، فهمت اللي من بعد وصول الزين للسلطة الحركة الإسلامية أغلبها قام اللي هربت لأوروبا وأغلبها انتقلت لشرق الجزائر، وغاديكا كانوا يخدموا حتى جماعة الخط الرسالي، معناتها بعد نشوف عناصر جزائرية جاية وعباد مشاركين في عملية عسكرية. وقتها بديت نفهم عام 89 إن فما حاجة قاعدة تتحضر في الجزائر. وقت مشيت لفرنسا وبقيت في فرنسا تقريبا عام ولا عام ونص في فرنسا، جيت نتبع في الأخبار بتاع صالح اللي هو وقتها كان عنده أوتيل وكان عنده مشاريع بتاع بناء وبتاع دينا وكذا. حتى مرة أنا كنت نخدم ما عنديش فلوس ندبر خدمة عادي، فهمت، دبرت خدمة في الدهينة، قالوا لي راهو صاحب المشروع هذا اسمه صالح كركر. أنا وقتها عرفت اللي فما معناتها فلوس الدور وكل شيء، وكنت نخالف المساج خاصة جامع أبو بكر في برداس وكل شيء. وجاتني تهديدات مباشرة، فهمت، في الجامعة قالوا لي ما عادش تجي الجامعة، الجامعة اللي نمشي له نلقى فيه مسيطرين جماعة صالح، وهدوني قالوا لي كان باش تمشي وتخرج من فرنسا راهو معناتها مثلهم كان روحك، معناتها راهو صالح يحب يعمل لك شيء خاطر انت اخت خو مرته، اما هو راهو ماهوش باش يسلبك. وفهمت عرفت زاد اللي صالح وقت هو كان في فرنسا كان يسافر بجواز سفر مزور، مشى حتى للخرطوم ومشى للسودان، وعلمت انها مشى للجزائر وقابل بالحاج. بالحاج هو الشخص، فهمت، نجم نقوله العسكري الإسلامي في الجزائر، وهو باتصال بكل الجماعات المسلحة. عبداسي مدني حكايته فارغة، عبداسي مدني هو كيما رشد الغنوشي، بالحاج هو كيما صالح، فهمت. راي عام 90 وبديت نفهم اللي فما تحذيرات، اللي الخطة متاعهم تاع الانقلاب والوصول للسلطة في تونس تبدلت الجزائر. وكنت وقتها نعرف اللي باش توقع حاجه في الجزائر، واللي باش توقع معناتها خاطر الجزائريين مش كيما التوانسه، التوانسه اكثر سياسيين واكثر يعني نجم نقولوا سلميا، مش يعني سلميا 100%، اما دمهم مش سخون ياسر، يعني عندهم دبلوماسيه، بينما الجزائريه لا. وقت سمعت بالتحركات هذه الحقيقه قلت فما حاجه كذا مش توقع، انا نعرف اللي الجيش الجزائري جيش قوي، فهمت يا اخي. قلت انا مانيش نقعد في فرنسا خاطر تعتبر حياتي مهدده،
رغم اني كنت نجم نقعد في فرنسا ونقد وراك، حتى اني قدمت على اوراقي وكل شيء باش نقد وكل شيء، قلت لا. مشيت لاسبانيا، ومن اسبانيا مشيت للمغرب، ومن المغرب معناتها بقيت متردد، قعدت فتره في المغرب، من بعد مشيت للجزائر، فهمت، ومشيت لالجي. الالجي هذيك قابلت بعض الاشخاص اللي نعرفهم ماهمش اسلاميين، معناتها نجم نقولوا علمانيين، اكثر شيء قرابين الجيش، وفهمت، فهمت، ما نحبش نذكر الاسماء، فهمت بالضبط، معناتها فهمت اللي فما بالحق ان الحركه الاسلاميه التونسيه تخلق للداخل الجزائر، خاصة في نواحي الشرق ونواحي الغرب، نواحي معسكر، فهمت، وتحضر العملية كبيرة في الجزائر. أنا ما حبيش ندخل في هذيك المعمعة، والحقيقة قلت نرجع لتونس، وبالفعل رجعت لتونس، وبقيت نجم نقول كما قلت ما عنديش إمكانيات. قبل كنت نخدم في الحركة، كنت ناخذ 1500 دولار في الشهر، الفلوس حتى ساعات نعاود نتبرع بها اليوم، هما ما عندي ما نعمل بها في الوقت هذاك، 85 86 1500 دولار في الشهر حاجه كبيره. بقيت نخدم كيما نقولوا نشري سلعه من المغرب ونرجع لتونس ونبيعها في الجزائر. وقتها بدات تتحرك الامور في الجزائر، وبدات يظهر ما يسمى بالارهاب، وقتها وقفت التحركات بتاعي، فهمت، وقعدت اكثر شيء في تونس، وكنت نعمل على اساس يعني كيما نقولوا احنا المساله الدعويه ومحدود. لكن بقيت راجع، خاطر بديت نفهم ان الاسلام لازم يكون فيه السياسه. محمد فيدو كان سياسي من الاول، تو نرجع بعض هذيك الامور تاع محمد وش عمل محمد وكيفاش معناتها خرج ما يسمى بالاسلام في الجزيره العربيه وقتها. ولا قعدت وقعت عندي نوعا ما من الارتباك كبير، حاجه مش سهله، واحد عدى قديش من عام وهو يدافع، وكان معناتها يمكن نموت من غير ما نعرف حتى شيء. يا اخي بقيت نفكر، قلت يمكن معناتها هذاك الكل معناتها كذب في كذب. على كل حال انا نؤمن اللي فما إله، واتجهت شوية نحو الصوفية، ما يسمى بالصوفية، هذا عام تقريبا 91. لكن إمكانياتي المادية كانت ياسر 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 تعبة، كانت عندي حد، وكانت حتى اتصل ساعات اتصلوا بيا جماعة الداخلية يقولوا يجي يخدم معانا، يجي يدرس شنو، يجي نعطيوك شهرية، يجي ندخلوك. أنا كنت قررت بعد خرجت حركة الخط الرسالي والنهضة وكل شيء، إني ما عادش ندخل روحي حتى السياسة إلى الكل. نرفض التعامل مع أي حزب سياسي مهما كان، ونحب نكون مستقل. على خاطر كي تكون مستقل تنجم تعبر على أفكارك بكل حرية. حتى إني عملت تجربة كان بعض نرجعوا لها في الفيديو القادم تاع الجمعية الثقافية، في الآخر وقفت كل شيء، حتى شفت حتى الجمعية الثقافية هي نوع من أنواع السياسة. المهم عام 92 بدات الامور تتوتر في الجزائر، ووقتها وقع القبض على المجموعه الامنيه، وقتها تم القبض على المجموعه الامنيه في تونس، هي الحقيقه من تدبير صالح، فهمت، وكانت بعد توقع عمليه انقلاب كبيره ضد بن علي، وتم القبض عليهم الكل. انا وقتها شفت وعندي ضغوطات من طرف الداخليه ويجا وكذا وكذا وكذا، قلت نخرج من تونس. وبالفعل خرجت مشيت الجزائر في عنابة، حقاً وصلت لعنابة، أنا أتذكر وقت النهار ذاك هو مكتب بوذير. خرجت من عنابة مشيت لألجي، ومن ألجي دخلت للمغرب، ومشيت لطنجة، عشت في طنجة فترة معينة، من بعد هبطت لأكادير على أساس إني مانيش تونسي، على أساس إني ريفي من الشمال، واسمي محمد الريفي، وبديت في أكادير من عام 92 ل 97. كونت حياة جديدة، صحيح قليل اللي يعرفوني أنا تونسي، كنت نحكي مغربي بالبدا، وعملت مشروع نتاع تجارة، وكانت عندي داري، وكان معناتها أموري بالبدا، يعني وصلت عاودت قمت على ساقية، وحتى حد ما يعرفني غاديكا. في الفترة هذيك اتجهت نحو الصوفية، وكان عندي أستاذ غاديكا في تارودان كنمشي له ساعات، وأستاذ آخر في أكادير نجلس عنده الصوفية.
وبديت نتعمق في الصوفية من مرحلة لمرحلة، من هي مراحل ما يسمى حجب، كل مرة تنحى حجاب تنحى حجاب، حتى وصلت معنتها المرحلة ياسر كبيرة في الصوفية. أما كنت وقت تعبت ياسر، خطر اعتكافات ولازم تاكلش اللحم ولازم تاكلش كذا لازم تاكلش كذا. المهم هذه التجربة متاع تقريبا 5 سنين هي أكبر تجربة معنتها روحية قمت بها. وقت وصلت المرحلة الأخيرة كتبت ارتيكل في الموضوع هذا اسمه لاميغواغ، فهمت؟ وصلت النتيجة اللي في الحقيقة على حسب الفكر الصوفي ان الله هو الكون والكون هو الله، يعني اينما يوجد الله لا يوجد الكون، واينما يوجد الكون لا يوجد الله، يعني هي عملية مزدوجة، فهمت؟ يعني وقت يبدا معناتها عملية ياسر مزدوجة، يعني هو فكر صوفي شيء طبيعي، في الحقيقة يولي معناتها ما يسمى بوحدة الوجود، والكون هو الله، والكون هو معناتها نجم نقولوا جزء من الله، فهمت؟ ما نجموش نجزو، خاطر الله موجود في الكون وخارج الكون، الكون مستحيل يكون خارج الله، إذا ما يمكن يكون كان في الله، إذا فهمت اللي المسألة الدينية والمسألة الروحية ما هي إلا صنع بشري وتصور بشري لمرحلة من مراحل الإنسانية. الإنسان معناتها نشبهها القصة كأنك عندك ولد صغير وتخاف أنه يخرج لبرا تضرب كهرباء، تجي تقول وراه فما غول برا، كان تخرج لبرا ياكلك الغول. تصور الوليد هذاك عمره عام وعامين وثلاث سنين، يعني ما يخرجش لبرا يخاف لا ياكل الغول، إذا هنا يحمي روحه من تضرب كهرباء، خاطر باش تجي تفهمه لو كهرباء تضرب ولا موتور يضرب كره كهرباء مش باش يفهم. اما تصور هذاك الطفل يوصل عمره 50 سنه و60 سنه وهو ما يخرجش من الدار على خاطر خايف من الغول. بالنسبه لي الدين نفس الشيء وفكره الله هي نفس الشيء، يعني البشريه كانت في مرحله معينه ما تنجمش ما تسرقش وما تقتلش وما تذبحش، خاطر كانت قريبه من المرحله الحيوانيه، من غير ما تخوفها من حاجة غير طبيعية خارج إطار الكون. ومن هنا تولدت عند الإنسان فكرة الله، يعني هذا ما نسميه هنا الإيمان الطبيعي. الإنسان خلق فكرة الله من أجل باش يجعل حدود وقوانين، مع بعض يقول مثلا ما تقتلش، يقول ربي قال ما تقتلش، إذا هذاك الشخص ما يقتلش على خاطر يخاف من الإله. لكن توا البشرية ما عادش في هذيك المرحلة، توا العباد الكل تقرا عندنا انترنت، العباد الكل قارية، العباد الكل بيه. صحيح احنا في الدول العربية مازلنا على نسبة الجهل كبيرة، والجهل مش مستوى دراسة، تنجم تكون عندك حتى دكتوراه وانتبهين، فهمت؟ يعني فما حتى دخل، خاطر لازم نفهم اللي فما تجربة وفما وعي وثقافة عامة وفما دراسة، هذاك أمور أخرى. إذا اليوم بالدين توا هو عبارة على ولد عمره 50 سنة ومازال خايف من الغول لا ياكل، على خاطر واحد كي ما يقتلش. توا بعض نحكي مع بعض المسلمين ولا المتدينين يقول لك أنت كي ما تؤمنش بربي يعني تنجم تقتل وتنجم تذبح وتنجم تسرق. لا، أنا وقتها ما نقتلش هو مبدأ إنساني بالنسبة لي، وعندما ما نسرقش هو مبدأ إنساني بالنسبة لي، وعندما ما نكذبش هو مبدأ إنساني بالنسبة لي. مانيش انا كما فما في يقولوا في الدعاء، فهمت؟ في احد الادعيه معناتها يعجبني من الادعيه الصوفيه، نحن ديما نرجع للصوفيين على خاطر فما ما يسمى بالتهذيب النفس، فهمت؟ يقول معناتها لا اعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وانما اعبدك لانك تستحق العباده. يعني شو محلاها، يعني واحد وقت ما يعملش الشر مش على خاطر خايف من النار ولا طمع في الجنة، لا، على خاطر ما لازموش يعمل الشر. وعندما نقول الشر هوني يعني الحاجات اللي متفق عليها الإنسانية. هنا نرجع لمسألة صغيرة قبل ما نختم الفيديو هذية، إن الإيمان هي طبيعة بشرية، حتى إني نقول إن الفرق من بين الإنسان والحيوان، هم يقولوا الفرق من بين الإنسان والحيوان هو العقل، مش صحيح، أنا ما نؤمنش بهذه الفكرة. وإنما الفرق من بين الإنسان والحيوان هو إن الإنسان طور
فكرة الإيمان، والإيمان هو عبارة على حلم. يعني فكرة الله هي حلم إنساني. معناتها في الحقيقة وقت قرأت الصوفية المسألة هذه أن الله هو الإنسان، يعني هو تمثيل للإنسان. يعني الإنسان وقتها يتقرب من الله، يتقرب معناتها يولي هو الله، كما يقول الحلاج أنا الله والله أنا ولا الله في جبتي. المهم هذه أمور ما نحبش ندخل فيها، أما حبيت نركز على نقطة صغيرة برك، أن الإيمان مسألة طبيعية ومسألة أنا مانيش ضدها، وإنما اللي ضده هو إدخال وإقحام الإيمان من أجل أهداف سياسية. ومن هنا نرجع أن الديانات اللي ظهرت عند البشرية ياسر منها طبيعية، مثل مثلا فهمت اللي يعبدوا الأحجار واللي يعبدوا البقر واللي يعبدوا البوذية والشنتوكية وغيرها 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 والهندوكية وغيرها. هذه بالنسبة لي أنا عبادات نجم نقولوا الهندوكية شوية هكا، مش لا يعني العبادات الإفريقية، الأديان الإفريقية ونتاع التطير فهمت والنحس والأفكار دي مسألة طبيعية معناتها عند البشر ظهرت عندهم. بينما في فترة من فترات التاريخ الإنساني فما أشخاص انتبهوا لمسألة الإيمان وقوة الإيمان واستعملوا الإيمان على شكل معارضة. يعني في الحقيقة هذه الأديان سواء الهندوكية، وهي نجم نقول بدأت من إبراهيم ومن بعد موسى ومن بعد معناتها عيسى ومن بعد محمد، يعني هذوما الكبار يعني اللي نعرفوهم، استغلوا الإيمان خاطر كان فما ما يسمى حكومات قوية معناتها إمبراطوريات ما تنجمش تطيحها. استغلوا الصفة الإيمانية الطبيعية اللي موجودة في البشر وغلفوها بأسلوب سياسي من أجل إسقاط هذه الملوك. ونفهم هذا في إبراهيم، وقت نرجع للقرآن موجود مسألة هاتين عندك كيفاش إبراهيم يمشي النمرود وقل له فهمت كذا الله معناتها يفعل كذا وأنت شنو تفعل، الله يحيي الموتى، وقال الآخر كل أنا يحيي الموتى، الله يحيي الشمس فهمت مشرقها فأتي بها من مغربها. يعني هنا الديانات ما يسمى هذه السماوية كلها بالنسبة لي هي خبث سياسي، وهي نوع من المعارضة القديمة. يعني قبل ما كانش هو معارضة، عندك ملك يحكم كيفاش باش تعارضه، إذا إجا أخلق لك دين، أنا نبي قال يا ربي كذا 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 وجمع العباد يؤمنوا بيك أب وطيح الملك. ونفس الشيء اللي عمله محمد وتنرجعوا الهدايا فهمت. يعني الأديان بحد ذاتها هي نوع من هي معارضة سياسية، وتنقولوا يهودية هي معارضة سياسية توجدت في وقت من الأوقات في مصر ومناطق أخرى، المعارضة إبراهيم توجدت في العراق ومناطق أخرى، حتى الهندوكية نفس الشيء معارضة سياسية توجدت في الهند، حتى البوذية نوع من المعارضة السياسية توجدت فهمت في الشرق الأقصى. بينما فهمت حتى الإسلام هي نوع من المعارضة السياسية توجدت في الجزيرة العربية. إذن الديانات هذه السماوية هي عبارة على سياسة، ما مستحيل نفصل من بين السياسة والدين. نظن نكتفي بهذا القدر، وصلنا باش نذكر الفيديو القادم. مشيت نعيش في المغرب مدة 5 سنوات، وصلت النتيجة بعد تجربة 5 سنوات مع الصوفية إن الله غير موجود وإنه من صنع البشر، وإن الإيمان مسألة طبيعية عند البشر، نجم نؤمن بروحي نجم نؤمن بأي حاجة، مش المهم شنو تؤمن، المهم ان الايمان بتاعك ما يضرش غيرك. ونرجع على مساله الايمان في الفيديو القادمه، وان الديانات هذه السماويه هي سياسيه من الاصل. وبسلامه ومع فيديو قادم.